بسم الله الرحمن الرحيم. مثلما ينضج في الكرم العنب، مثلما يحلو على النخل الرطب، مثلما يفتن في النار الذهب، هكذا تسمو إلى العليا حلب. عشق الهوى محراب شعرك والأدب، وتلألأت فيك المعاني والرتب، وتأودت سكرى بألحان العرب، فشدى بها التاريخ مياس الطرب. يا أم في ساحاتك المجد انتصب، والنصر في راياتك الخضر انقلب، والعز في أركان علياك انكتب، والفجر من أطياف أنداك اقترب، ولأنت عنوان انتصار المرتقب، ولأنت نبض الحب في قلبي وجب، ولأنت مهد العلم يرقى في صبب، فتربع الشمس السنية يا حلب. أيها الأحباب، الثورة استمرت. كان الناس يظنون أنها لن تكون، كانوا يقولون عن ابن الخطاب: لو آمن حمار ابن الخطاب لآمن ابن الخطاب. فإذا عمر رضي الله عنه الرجل الثاني في الإسلام بعد أبي بكر رضي الله عنه، وكانوا يقولون إذا كان هناك ثورة في المريخ أو في عطارد فستكون ثورة في سوريا، فإذا بسوريا أم الثورات، يضرب بها المثل في الصبر والعزيمة والعمل الدؤوب. سوريا هي أم الثورات في القرن الحادي والعشرين. قالوا إن من 5% إلى 6% إذا تحرك الناس وثاروا سميت الثورة الثورة، وإلا كانت تظاهرات. لكن حينما يصل الحراك إلى أكثر من 30%، فهذا يعني أن هناك الفكر الثوري سينقلب، فقد قلبتها الثورة السورية. وعلى حدهم فإن الثورة في سوريا سوف تساوي 6 ثورات على الأقل. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. إذن فهناك رد غير جميل. من الرد غير الجميل ما حصل في ثورتنا أيها الأحباب. لا أكتمكم أننا ابتعدنا كثيرا عن الإسلام، فينبغي أن نعود إلى هذا الدين العظيم. فكان الرد أحيانا جميلا وأحيانا غير جميل، فانظروا ماذا يحصل. هناك التدمير التحتاني والتدمير الفوقي، وهناك التشرد، وهناك الاستشهاد، وهناك الأسرى، هناك أمور كثيرة تعاني منها سوريا أيها الأحباب. إن المعاناة التي يعيشها الشعب السوري دليل على صبره. لا بد إذا أردنا أن ننتصر أن يكون هناك إعداد مادي وإعداد معنوي. فمن الإعداد المعنوي أيها الأحباب قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. 6 أمور أيها الأحباب هي الإعداد المعنوي. فهل هذا موجود عندنا؟ إن كنا نسير على هذا الدرب ونعد لعدونا هذا الإعداد، فلنعلم أننا سرنا في الطريق الصحيح، وأن النصر مهما طال فهو قاب قوسين أو أدنى، وإن من كان مع الله سبحانه وتعالى كان الله عز وجل معه. وإني لأرى الدماء التي سالت في أرض سوريا، وأرى الدمار الذي حصل في أرض سوريا،
وأرى صبر المسلمين والعرب في سوريا دليل على أننا سننتصر إن شاء الله، ومن كان مع الله كان الله معه. الظالم في سوريا فاق ظلمه الظالم المثال الذي ذكر في القرآن الكريم. تعلمون أيها الأحباب أن موسى عليه السلام هرب من مصر لأن فرعون أمر بقتله، ومن نظام فرعون الظالم أنه إذا هرب الإنسان من بين يديه 8 سنوات سقط الحكم، فما بالكم من عام 1980 حكم على الإسلاميين بقانون العار 49، وما زال هذا القرار موجودا، بل إن هذا القرار الآن يطبق على الشعب السوري كله. من قال للظالم لا، إذن ينبغي أن يهتك عرضه، أن يسفك دمه، أن يقتل، أن يشرد. لكن حينما تكون الكلمة الواحدة للسوريين لا، يجب أن يسقط هذا النظام الفاسد، لكن الشعب قال كلمته وأصر على أن ينال حقوقه. لسنا عبيدا في مزرعة أحد، لن نكون أذلاء لأحد. فالشعب السوري شعب عظيم، شعب كريم، شعب عزيز. ولئن جاءت أيام سيئة وأيام سوداء في تاريخنا المريض، فإن النصر قريب أيها الأحباب. قالوا إنهم استلموا الحكم وعدد السوريين لا يزيد على 13 مليونا، وهو الآن 23 أو هم 23 مليونا، ولن يتركوا سورية إلا إذا دمروها وقتلوا 10 ملايين. لكن الذي قال هذا الكلام قتل. ويبقى الحق ظاهرا، وتبقى القوة الإيمانية التي تسير شعبنا، هي النبراس الذي نعيش عليه أيها الأحباب. استمرت الثورة السورية وتستمر وتكبر. أذكر أنه في 5 من آذار عام 2011 اجتمع حوالي 40 طالبا للحقوق أو ناشط حقوقي أمام سراي الحكومة في دمشق، وأعلنوا أنهم يريدون الحرية. ما كانوا يطلبون إلا الحرية، ما كانوا يطلبون إلا القليل، لكن الظالم ما شاء أن يسمع حتى القليل. وجاءت الألاف المؤلفة من عناصر النظام فطردت هؤلاء. قال الذين ينظرون نظرة شؤم انتهت القضية، وقال المتفائلون بل إنها القطرة التي تسبق المطر، والمطر يأتي بعده سيل يتدفق كما ذكر الشاعر. في 15 من الشهر نفسه وجدنا الحراك يكبر وينمو في درعا، في حمص، في حماة، في دير الزور، في الساحل السوري، في كل مكان من أرضنا الحبيبة. يقول كفى، نريد حريتنا، فنحن شعب كريم يجب أن يعيش كريما. الظالم لا يحب أن يسمع. الظالم يعتبرنا عبيدا في مزرعته، وليس للعبيد الحق في أن يتحركوا. لكن متى كنا عبيدا أيها الأحباب؟ متى كنا عبيدا لنظام جائر فاسد يأكل حقنا في الحرية، في الاقتصاد، في العسكرة، في كل شيء يفعل ما يشاء وينسب إليه الخير في كل ما يكون، ولا خير والحقيقة في 40 سنة التي مضت على عهد الظلم الأول وعهد الظلم الثاني. النصر قادم لأننا تحركنا،
والله سبحانه وتعالى يريد لنا أن نتحرك، وما يكون هناك التغيير إلا إذا بدأنا نحن التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنظر فأقول سبحان الله، هو الذي حرك أمتنا، وهذا نوع رائع من البشائر التي ننتظرها ما دام التحرك كان بأمر الله عز وجل، فإن النصر قادم. هو الذي بدأه سبحانه وتعالى وهو الذي ينهيه بالنصر. بشائر النصر بدأت في كل يوم، ترى تقدما للمجاهدين، وفي كل يوم ترى عملا إيجابيا. إنني في هذه العجالة أيها الأحباب أنصح نفسي وأنصح إخواني بما يلي: لا بد من العودة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد من الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في كل أمورنا. الثورة ليست لفئة، وإنما هي للشعب كله، للصغار وللكبار، للرجال وللنساء. كلنا وقود هذه المعركة، وكلنا من سينعم إن شاء الله تعالى بهذا النصر. أنصح إخواني العلماء أن يكونوا كلمة واحدة، وأن يكون لهم دور إيجابي في سوريا، وفي كل حي، وفي كل شارع، وفي كل قرية وبلدة ومدينة. أنصح طلبة العلم كذلك، أنصح الشباب الذين هم تاج الأمة ودرتها أن يكونوا مع الثورة، بل أنصح إخواني أمراء الكتائب والألوية أن تكون قلوبهم واحدة، وأن تكون أفكارهم واحدة، وأن تكون أعمالهم واحدة، وأعمالهم ترتجي الوحدة. الإخلاص أيها الأحباب، أيها القادة، هو الذي يؤهلنا إلى النصر. فإذا كنا وحدة ورجونا الله سبحانه وتعالى، وتخلى كل إنسان عن أنانيته وقدم من هو أهل للقيادة، علم الله سبحانه وتعالى فينا الخير، فكان لنا النصر إن شاء الله تعالى. بدأنا واستمررنا، ولا بد أن يكون عملنا أيها الأحباب خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وهمه أولا وأخيرا تحرير الأمة من نيران الظلم ومن نيرون عصره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالنصر، وأن يكتب لنا الخير في هذه الدنيا، وأن يجمعنا على قلب رجل واحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.